المدينة وين ما كنتوا، مرحبا بكم في عدد جديد، لغز جديد، سؤال جديد من حصتكم اللي راهي تطلع لكم يوميا كسر الروتين. وكالعادة ما نطولش عليكم، نروحوا نبداو العدد تاع اليوم بأول فقرة واللي هي كسر راسك. مساء الخير. مساء الخير. نلعب معكم لعبة ألغاز وأسئلة في الثقافة العامة، تشاركوا معنا؟ هيا تخي بيان، نبداو بأول لغز واللي يقول: ما هو الشيء الذي يحتوي على أوراق كثيرة ولكنه ليس بشجرة؟ كاين حاجة عندها بزاف أوراق بصح ماشي شجرة، عنده أوراق كثيرة لكن ليس بشجرة، شنو هي؟ حاجة عندها بزاف أوراق بصح ماشي شجرة. الشجرة. الشجرة عندها بزاف الورق، كاين حاجة واحدة أخرى عندها بزاف الورق. أها، وشنو هادي؟ شيء ولا؟ شيء، حاجة، شيء. ورق، ورق، تاع الصح ورق. بصح ماشي شجرة، عنده بزاف أوراق بصح ماشي شجرة. المهم. شي شجرة؟ لا لا، شوف حاجة كنا نقراو بها. كراس. صحيح. كراس ولا الكتاب. برافو. جي بونس كراس. وي برافو، هو الكتاب الكراس. عنده عدة أوراق صح ماشي شجرة، كراس. نورمالمون نورمالمون ورقة. الكتاب. فيه بزاف الورق. كراس. برافو، وي الكتاب والكراس. كتاب. وي فوالا، برافو الكتاب. تكسر لي حاجة. نروحوا لتاني لغز واللي يقول: ما هو الشيء الذي ينقلنا من مكان إلى آخر دون أن يتحرك من مكانه؟ يأخذنا من مكان إلى آخر لكن لا يتحرك، بدون أن يتحرك، يقدر يدينا من بلاصة لبلاصة بصح بلا ما يزغد، هو يقعد ثابت في مكانه بصح ينقلنا من مكان لمكان آخر. الطوموبيل تتحرك. الطوموبيل؟ لا لا، الطوموبيل فواش تمشي؟ تمشي في الغودرو باينة. فيليب هيريك، شي وسيلة نقل هو؟ مش وسيلة نقل، راكش بعيدة. بالك تلفزيون، تلفزيون كي تشوف تسافر نو؟ لا ماشي تلفزيون. والله الإجابة ما عنديش إجابة. أنا نقول لك حاجة تنقلك من مكان لآخر، تديك من بلاصة لبلاصة، تديك زعما منا من أوضة تحطك لتحتو هذا ولا شيبا بصح، وشنو هاد البلاصة؟ متصغطش من بلاصتها، تقعد في مكانها ساكنة لا تتحرك. واش تقدر تكون هاد الحاجة؟ سهلة بزاف وراهي غير قدامك، ما راهيش بعيدة. طوموبيل. طوموبيل فواش تمشي؟ حاجة نمشو عليها. قولها لك. وشنو؟ حاجة نمشو عليها. حاجة نمشو عليها، سيارة. سيارة فاش تمشي؟ بالعجلات. فواش تمشي بصح؟ بالطريق. فوالا. هو الطريق، الطريق ينقلنا من مكان لآخر بصح بلا ما يتحرك. صح صح صح. طريق. فوالا الطريق. الطريق هي اللي تدينا من مكان لآخر بصح ما تتحركش من المكان ديالها. فوق من تمشي طوموبيل؟ فوق الأرض. إيه؟ الأرض. طريق. الطريق. طريق الأرض. طريق. فوالا. هي طريق، طريق تنقلك من مكان لآخر بصح ما تتحركش من مكانها. وش؟ غابوي الطريق. دكا نزيد لك ثالث لغز واللي يقول: ما هما الشيئان اللذان اذا دخل الماء لا يخرجان منه؟ حجرة. كاين الزيت جبونس. حوت في الماء ما يخرج. عارف سوائل، سوائل جميع. ماشي سوائل، الوان، اللون اللي صبغوا به كي ديروا في الماء ما تقدرش تعاود تخرجوا. الحجر. ماشي الحجر، زيت، محاولة أخرى. الحوت. شي الحوت، شيئان اذا دخل الماء لا يخرجان منه. الحوت تقدر تجبدها الحوته، هاد الشيئان هادو. حجره. الماء كيدخلوا للماء ما يعاودوش يخرجوا. عطيني شويه يدور في راسك. محاولات. محاولات يدور في راسي بار اكزومبل حديده كبيره. وشنو زوج حاجات ما نستغناوش عليهم في الاكل ديالنا؟ الملح. واش ثاني؟ كونتر تاع الملح. السكر. الملح والسكر كيدخلوا الماء يعاودوا يخرجوا. خرجوا. فوالا، الملح والسكر لازم يكونوا في الاكل هذوما. الزيت. وشنو؟ قريب ماكش بعيد. في الاكل ما نستغنيوش عليهم في الاكل ديالنا.
اكل دجاج؟ لا لا شيئان. زعما الخل؟ تقريب. الملح والسكر. أوه الملح والسكر ايه صح صح. يقدر يخرج السكر صفايا يا وديني على السكر ما يدوبش. اكسبيريونس ما يدوبش السكر. ايه حقا يدوبش. تستغنيوش عليهم في الاكل؟ الملح والسكر فوالا بابو. الملح والسكر زوج عفايس كيديرهم في الماء ما يعاودوش يخرجوا. وشنو هما هاد زوج حاجات اللي ديرهم في الماء ما تقدرش تعاود تخرجهم؟ الملح الملح سكر هذا فيه ساقده. الملح والسكر ايه بغابو. الله يسلمك تحياتي قرنيط. لا لا الملح ها شوف الربح السكر. الملح والسكر وحده وحده اه شريكي. الملح والسكر. الآن لتاني فقرة واللي هي فقرة الثقافة العامة. وأول سؤال في الثقافة العامة يقول: من هو مكتشف ألوان ضوء الشمس؟ عربي هذا ولا؟ لا مش عربي. مش عربي هو بيرسون ما نعرفش اسمه. هو اكتشف في نفس الوقت أيضا الجاذبية. اكتشف؟ جاذبية. نيوتن. هو إسحاق نيوتن هو اللي اكتشف ألوان ضوء الشمس. توماس إديسون. لا لا زيد محاولة أخرى. توماس إديسون تعلمي صباح. أعطيني الاسم نكمل لك. أعطينا أندي سعب سعب. عنده علاقة بالتفاحة نعرفه. آه واسمه نيوتن. إسحاق نيوتن فوق التفاحة. إسحاق نيوتن هو مكتشف ألوان ضوء الشمس. كريستوف كولومبوس. أينشتاين. مكان إسحاق نيوتن. لا لا برافو هو إسحاق نيوتن. من هو مكتشف ألوان ضوء الشمس؟ شخص مكتشف ألوان ضوء الشمس عنده اسم سما نقولك اسمه أشياء بس بن فرناس. نعم إسحاق نيوتن. برافو إسحاق نيوتن. لا نيتي إسحاق نيوتن. صح هو اكتشف التفاحة الجاذبية. اكتشف تاني ألوان. ما كنت طايحة التفاحة خزر القضو الشمس. شو كستيمو عندي عندي بالتفاحة اللي طاحت نيوتن. سيبا إسحاق نيوتن هو مكتشف ألوان ضوء الشمس. صاحبي نزيد لكم تاني سؤال في الثقافة العامة واللي يقول: ما هو الحيوان الذي يستطيع إخراج معدته إلى الخارج؟ هذه ماشي بعيدة علي هذه نعرفها. كروكودين. حيوان بحري ماشي برمائي. ماشي حنش وماشي تمساح. زيد قرنيط. ماشي ماشي بعيد. جي بونس على حسب شكله هو اخطبوط. لا لا ماشي الاخطبوط. بوبوطان. ميتيس. لا 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 ماشي كبير. ماشي سامك. هو حيوان بحري ماشي سامك. ضفدع. لا لا حيوان بحري ماشي برمائي بحري. الاسم تاعو عنده دلاله مع الليل حاجه شوفوها في السماء في الليل. الاسم تاعو عنده علاقه بحاجه شوفوها في السماء في الليل. حاجه نشوفوها السماء في الليل. نجم. لا لا واش كاين في البحر؟ الهلال كاين. ماشي سمك القرش وماشي بالان. نزيد لك نزيد لك الآن. نروح الآن لتاني فقرة واللي هي فقرة الثقافة العامة. الثقافة العامة. وأول سؤال في الثقافة العامة يقول: ما هو الحيوان الذي يستطيع إخراج معدته إلى الخارج؟ ربحت. معدته إلى الخارج. هو حيوان بحري. بحري. حيوان بحري. هو شباب الشكل تاعه شباب. شباب دوفا ماشي دوفا. يبدا بحرف النون. نا نجمة. نجم البحر يستطيع اخراج معدته الى الخارج. نجم البحر بزاف درنا بزاف محاولات باش نطيح. معليش ليسونسيال صبتوها. هو حيوان بحر ماكش بعيد بصح. نجمة. نجمة البحر. كوستيمو عندي هنا عندي نجمة البحر. برافو نجمة البحر. نجمة البحر برافو. ودي هذا عاودوا ينمو. فوالا وي. والله ماش عندي. هو نجم البحر. نجم البحر يخرج معلومة. قلت لكم ثالث سؤال في الثقافة العامة واللي يقول: ما اسم الجليد الذي لا ينصهر ولكن يتبخر؟ هذه معلومة نعرفها.
هذه مالتها ماشي ثلج. ثلج هو جليد. واسمه هذا الجليد؟ الجليد ال يتبخر بصح ما يدوبش. واسمه هذا الجليد؟ واسمه الجليد ال قطب جنوبي. لا لا كاين جليد ما يدوبش ما ينصهرش ما يدوبش يولي ما ثاني اكسيد الكربون. لا لا جليد. انواع من انواع الجليد ما نعرفوش. واسمه الجليد الجاف. واسمه الجليد ال الجليد المنصهر. لا لا انا غلط. هو جليد هذا ما ينصهرش يتبخر. الجليد المتبخر. راحت لي ولا راحت لي من الاخر. هذه تاع التكنولوجيا وتاع الجليد ومن انا هذه ما نعرفهاش من الاخر. واسمه الجليد الجاف. جليد الجاف انا جامي قريت عليه انا ما نعرفه. معليش راك تعرفو دوكا. اها ثالث فقره من البرنامج وراح نبوزي لكم اون كيسيون ان بي بيزار. هاد لا كيسيون تقول هل يعطش السمك؟ لا لا يعطش. وي يعطش السمك باسكو ايه يضل في البحر. على السمك يشرب الماء مثله مثل الكائنات الحيه الاخرى. يستخدم الماء باش يستنبط منه الاكسجين وباش يرطب الجسم تاعو في نفس الوقت. وزيد لكم معلومه انه الاسماك اللي تعيش في المياه المالحه تستهلك الماء اكثر من الاسماك اللي تعيش في المياه العذبه. نورمالمون لا لا السمك نورمالمون يشرب الماء يعطش. هي دوك انا نهضروا في المنطق. الماء هو سر الحياه ماشي الماء سر البريه. كيف فاهمه؟ الماء سر الحياه. وكي الماء سر الحياه سي الماء سر كلش يعني هو كلش. نعطيك اكزومبل قال لك 75% من الارض كاع ماء تسمى هو كلش. باينه بلي يعطش ويشرب بصح صفور الا يشرب الماء المالح ولا يشرب الماء المالح وعندك شي عفسه خلقها له ربي يرد حلو ولا شي عفسه. لا يشعر السمك ولا عطش. جامي شرب العطش السمك. يعطش السمك اختي. يا عطش. وي السمك مثل كاع الكائنات الحيه يشعر بالعطش. قبل ما تروحوا غنوا لي اون شونسون من لونفونس ديالكم. ماما زمنها جاية جاية العشوية لالالالالو. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جاية لعب وحاجات. نغني لك حلمنا نهار نهار نعمل نملك الخيار وخيارنا الأمل تخفينا الحياة ضوءا في آخر النفق ندعونا أملا عشنا. اختي أنا شوية رافل على بالي. اون شونسون لونفونس تاعك. اون شونسون غاب كنت تحبها كي كنت صغير. كي كنت صغيرة لازم ما كونديسيون هاد لا شونسون تكون من لونفونس ديالك. دوني موا سا يما وليدك راه نادم موك راه مهد الحياة وعلاش عليا ندير الشي اللي معمر سيئات. ربي يقدرني بالك نرفدك انت يا وبابا وردة تحياتي انت يا وكاع سلقات الدنيا صحابو. كي مرفدتيني وانا صغير انا نمد لك الطاعة. هادي الدنيا ما تدري وقتاش راح تلحق الساعة. يما وليدك راه كاره وعايش حياته آلاز. ربي يعافي جميع مبلي غلط حياته فيها يقاسي. ربي يطلق سراحو اللي راه مور لي بالون باسي. جدو من 18 بوان فينال في بلادكم ما بقات قاعدة. عندو نيفو تيرمينال فرق شغل باص تحردو. لا ديفيرونس بين بكري ودوك. بكري رفدوكم الشعب نهار ماتيو فيليب في الحق رحم اسمهم في القصبة هاب. برومي جونفي دخلوا لي بارا ولقاونا داري لا كراف. دار لهم بيراميد غدارة اوبيراسيون شامباين ديراف. شردو كامل العيال في القصبة وهكذاك وبقينا واقفين. الله يرحم لا بوانت والعربي اللي على بلادهم كانوا حرين. يعطيك صحة. مشاهدينا لحقنا وإياكم لنهاية عدد اليوم من حصتكم كسر لاغوتين. نتمنى أنكم تكونوا كسرتوا شوية من لاغوتين ديالكم. اللي عنده لغز ولا سؤال حاب يشارك به معنا ما عليه غير يتواصل معنا على صفحة البرنامج اللي راهي دار على أسفل الشاشة. وأنا ماليا غير نقول لكم نتلاقاو في العدد القادم في نفس التوقيت. تشاو تشاو.